تريد أن تقيس إيمانك؟ انظر لنفسك عند قراءة القرآن واستماع آياته. إن أحسست في نفسك بالفرح والسرور والحبور والانشراح فذاك من علامة أهل الإيمان. قال ربك: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. أما إن أحسست في نفسك بالوحشة وشعرت في قلبك بالقسوة فذاك والله من أعظم الحرمان. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وتذكر قول الله في وصفهم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فقس إيمانك عند تلاوة القرآن واستماع آياته.